تقول لدي أخت أرملة تعيش معنا ولديها 5 أطفال أيتام، أحيانا يعملون أعمالا تغضبني فأضربهم، فهل يجوز لذلك علما بأنني أحبهم ولا أضربهم إلا لتربيتهم وتأديبهم؟ الضرب الذي يكون من أجل التأديب ولا يكون فيه شدة ولا تجاوز أو يكون بدون سبب لا بأس به، لأن هذا من مصلحة الطفل. الضرب اليسير، الضرب غير المبرح، والذي يكون بسبب خطأ من الطفل من أجل أن يتنبه لتجنب هذا الخطأ، هذا أمر لا بأس به، بل هو أمر مطلوب، لأنه مطلوب من تربية الأولاد وتأديبهم وتحذيرهم من الأخلاق السيئة.